السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم شادي هشام من قناة Everybody English، قناة تعلمك اللغة الإنجليزية مجانا على اليوتيوب. في آخر فيديو كنت نزلته كنت وعدت بالمنهج الخاص أو القصة الخاصة بالمراحل رابعة ابتدائي وتالتة إعدادي. إن شاء الله الخطة اتعدلت وهتكون فيها بإذن الله كمان ستة ابتدائي وتانية إعدادي. النهاردة بإذن الله زي ما احنا شايفين كده Primary 4 by everybody English اللي هو سنة رابعة ابتدائي. القصة طبعا اللي معانا هي قصة Pandora's Box. للطلبة اللي ما يعرفوش ان Pandora's Box دي اصلا قصة اسطورية تبع اليونان القديمة. المفروض ان هي بتحكي عن واحدة اسمها باندورا. البنت دي كانت اتخلقت عن طريق زوس اللي هو رب الأرباب عند اليونان القديم، يعني اليونانيين القدماء. وهو خلقها وادها صندوق وقال لها ما تفتحيش الصندوق ده لأنك لو فتحتيه العالم كله هيتدمر. ولكن هي طبعا فتحته وما سمعتش الكلام، شافت كذا حلم كده. ف يعني حاولت ان هي، الناس بيقولوا لها من جوه الصندوق افتحي وانقذينا، ففتحت الصندوق فخرجت كل الأشرار اللي ممكن حد يتخيلهم في العالم، يعني المرض والموت والحرب والحقد، وطبعا غزو العالم لحد ما الأمل طلع من الصندوق ودخل قلوب الناس كلها والحياة بقت جميلة جدا طبعا. وعاشت مع جوزها اللي هو إيبيميثيوس بسلام وهدوء جدا. ولكن القصة اللي احنا بنتكلم عنها هي بنفس العنوان بس ملهاش علاقة بكل ده. الكاتب اللي كتب القصة دي هو يعني بيحاول ينفذ نفس الفكرة ولكن بطريقة مختلفة، وده اللي احنا هنعمله ان شاء الله ولكن بطريقة مختلفة برضو. في شوية اسئلة كده النهاردة ان شاء الله هيكون معانا 12 سؤال من بداية القصة. القصة طبعا بدل ما نقعد نقراها سطر سطر انا عملتها كده بشكل يعني على هيئة اسئلة، وهنشوف بإذن الله هنعملها ازاي وهتبقى سهلة في الحفظ. يا ريت بقى كل الطلبة دلوقتي يجيبوا كشكول وقلم عشان يعملوا ملزمة كده خاصة بباندوراز بوكس عشان بإذن الله يبقوا ضامنين سؤال القصة معاهم. طيب نسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. باندوراز بوكس بيقول لنا answer the following questions. طبعا المفروض ان احنا عارفين ان في الامتحان القصة بتبقى جاية لنا على هيئة سؤال زي اللي احنا شايفينه دلوقتي، سؤال مقالي عادي بيبقى يعني بيدينا سؤال واحنا بنجاوب عليه بنفسنا، والسؤال التاني بيبقى complete اللي هو الاكمل. فاحنا بامر الله هيبقى معانا على مدار 3 حلقات او 4 حلقات حوالي 65 سؤال مقالي باذن الله مش هيخرج عنهم الامتحان، وحوالي 40 او 45 سؤال complete. فياريت تتابع الحلقات الخاصة او تتابع الحلقات الخاصة بتاعت القصة عشان تبقى عارف وتبقي عارفة كل الأسئلة من غير حتى ما تقرأ القصة. طيب أول سؤال بيقول لنا إيه؟ Where did Andy Martin and his father live؟ طب مين الأول أندي مارتن؟ ده بطل القصة بتاعتنا. ببساطة واحد اسمه أندي مارتن، يبقى مين بابا؟ مارتن. فهيس فاذر هنا اللي هو مستر مارتن يعني، عشان ده هيقابلنا كمان شوية. طب هو هنا بيسألنا بيقولنا هما كانوا عايشين فين؟ طيب نشوف كده الإجابة مع بعض. بيقول لي they lived on a rambling farm. يعني هما كانوا عايشين في مزرعة، والمزرعة دي كانت يعني زي ما نقول كده باللغة العربية كده معترشة، يعني حاجة كده ايه، مش عارف بصراحة اوصفها لكم قوي يعني، بس هي نقدر نقول انها مزرعة وخلاص. اوكي، لان كلمة معترشة دي عشان اوصفها هتاخد وقت طويل جدا، او نقدر نقول انها غير مترابطة مثلا. اوكي طيب يبقى تاني، Where did Andy Martin and his father live؟ They lived on a rambling farm. طب اوكي نشوف السؤال رقم اتنين. بيقول لنا Where was Mr. Martin's farm؟ طيب كانت فين بقى مزرعة مستر مارتن ده اللي هو أبو أندي؟ الإجابة It was on the outskirts of a small town. يعني
كانت على أطراف أو على مشارف مدينة صغيرة. تاني: Where was Mr. Martin's farm? It was on the outskirts of a small town. Number 3. What did Mr. Martin keep on his farm? يعني مستر مارتن كان بيربي ايه بقى في المزرعة بتاعته؟ من هنا بقى بصراحة يعني هيبتدي بقى الضحك ويعني وليه ويعني والتخلف كده بتاع الكاتب، معرفش بصراحة يعني حاجات غير منطقية خالص، بس مضطرين يعني معلش. بيقولك ان he kept goats and bees، يعني هو كان بيربي معيز ونحل، يعني معرفش ايه العلاقة بصراحة بس اوكي. يبقى نقول he kept goats and bees. تمام اوكي. يبقى تاني السؤال رقم 3: What did Mr. Martin keep on his farm? He kept goats and bees. Okay. Number 4: What did Mr. Martin grow on his farm? اه كان بيزرع ايه بقى او يعني عنده ايه بالظبط النباتات؟ فبيقول He grew berries and corn. طيب نخلي بالنا ان هنا grew بالاي، ده الماضي بتاع grow اللي هي بالاو اوكي. طيب berries ليها معنيين، قد تكون هنا معناها البذور او التوت، وكورن طبعا اللي هو القمح، اسف الذره، يبقى الايه يا اما الذره والبذور يا اما الذره والتوت. تمام اوكي. يبقى تاني: What did Mr. Martin grow on his farm? He grew berries and corn. طيب شوف number 5: How long did Andy and his father live on the farm? يعني عاشوا قد ايه أندي وبابا في المزرعة؟ الإجابة: They lived for the whole of Andy's life. يعني عاشوا على مدار حياة أندي كلها. تمام؟ تاني number 5: How long did Andy and his father live on the farm? They lived for the whole of Andy's life. أو ممكن نقول for the whole life of Andy برضو عادي جدا. طيب اوكي. Number 6: What were the bees looking for? يعني النحل بقى كان بيدور على ايه؟ The answer: They were looking for a new home. كانوا بيدوروا على بيت جديد. تمام؟ طبعا النحل ده يعتبر من ضمن شخصيات القصة يعني. اوكي؟ فكانوا بيدوروا على ايه؟ كانوا بيدوروا على بيت جديد. تاني: What were the bees looking for? They were looking for a new home. Number 7: What did the bees find? طب يا ترى لقوا ايه؟ هم لقوا ايه بقى بالظبط النحل ده؟ الإجابة: They found an old shed. يعني ايه؟ لقوا زي حظيرة قديمة كده، وبصراحة برضو معرفش حظيرة ازاي يعني للنحل، المفروض تبقى زي خالية، فهنعتبرها ان هي حظيرة، هما بقى هيقدروا يخشوا الحظيرة دي، يعني هيعملوها خالية يتصرفوا بقى. اوكي يبقى تاني: What did the bees find? They found an old shed. وزي ما انتم ملاحظين ان الاجابات مش طويلة خالص عشان تبقى سهلة للحفظ. سؤال رقم 8 number 8: How did the bees get into the shed? يعني هما ازاي قدروا يدخلوا الحظيرة دي؟ بنقول They got in through spaces. دخلوا عن طريق شوية ايه فراغات او يعني مساحات اللي هي الاخرام الصغيرة يعني. اوكي يبقى they got in through spaces. Again number 8: How did the bees get into the shed? They got in through spaces. Okay number 9: What did Mr. Martin think about the bees? Mr. Martin كان بيفكر في يعمل ايه بالظبط او في ايه، يعني كان بيفكر في ايه مع النحل ده؟ He thought of smoking them out. He thought of smoking them out. يعني كان بيفكر ان هو ايه يعني
زي مثلا ان هو يرشهم بمبيد او حاجة كده يعني. اوكي طيب نقرا السؤال تاني. What did Mr. Martin think about the bees؟ الإجابة he thought of smoking them out. Okay. Number 10. What did Mr. Martin decide to do with the bees؟ قرر يعمل ايه طيب Mr. Martin مع النحل ده بعد كده؟ He decided to leave them alone. قرر انه يسيبهم خلاص مش هيعمل لهم حاجة. He decided to leave them alone. يبقى تاني. What did Mr. Martin decide to do with the bees؟ He decided to leave them alone. Right. Number 11. Why did Mr. Martin decide to leave the bees alone? Why did Mr. Martin decide to leave the bees alone? ليه قرر ان هو يسيبهم طب في حالهم كده لوحدهم؟ إجابة. Because they weren't causing any trouble. لأنهم ما كانوش متسببين له في أي ضرر. تاني. Because they weren't causing any trouble. تمام. weren't causing هنا هو ده زمن الماضي المستمر. تمام. اوكي اخر سؤال عندنا number 12. what did Mr. Martin warn Andy to do؟ ايه اللي مستر مارتن حذر اندي انه يعمله؟ هو بصراحة قال له هيعمل حاجة وقال له ما يعملش حاجة، او يعني هو نبهه يعمل حاجة وحذره انه يعمل ما يعملش حاجة. طيب الاجابة عندنا He warned him to ايه اول حاجة to leave the shed door shut tight، ان هو يقفل باب الحظيرة دي كويس جدا بإحكام، and not to bother the bees، وما يضايقش النحل. يبقى هو مفروض يقفل باب الحظيرة ده كويس to ايه اللي هو to leave the shed door shut tight، ان هو يسيبه مقفول بإحكام. تمام. and not to bother the bees. bother يعني يضايق او يزعج الايه النحل. تمام. طيب لو حبيت او حبيتي الطريقه بتاعه الاسئله دي هتوفر عليك قرايه الكتاب بتاع القصه. ان شاء الله يا ريت تعملي او تعمل سبسكرايب للقناه عشان تتابع اول باول بقيه الاسئله اللي هتنزل، سواء كانت بقيه ال 65 سؤال اللي هما زي النوعية دي بالظبط او ال 45 او ال 40 سؤال بتوع الاكمل او الكمبليت. ان شاء الله الاسئلة اللي جاية هتنزل امتى طيب؟ قريب جدا زي ما وعدتكم، وبقية القصص برضو حاليا بيترتب لها وهتنزل قريب جدا. فياريت لو انت طالب او انت طالب في رابعة ابتدائي ستة ابتدائي تانية او تالتة اعدادي تعمل او تعملي سبسكرايب يعني اشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوهات بمجرد نزولها. اتمنى تكونوا استفدتوا ويكون الطريقة دي سهلة عليكم في الحفظ وفي المذاكرة. اتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.